بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درسنا لهذا اليوم بإذن الله سنتعرف على التعامل مع الصور ومع الجزء الأول في التعامل مع الصور، فتابعوا معنا الدرس. سنكمل بإذن الله مع الدورة وسنتعلم في هذا الدرس طريقة التعامل مع الصور. كما نعلم أن الصور تضفي جمالية على الموقع، ولذلك هناك عدة طريقة يمكننا إضافة صور إلى الموقع. سنتعرف أولا على طريقة إضافة الصورة بدون حدوث أي مشاكل. نتجه إلى قائمة Edit، ثم نختار Preferences. نلاحظ هنا الأكسيبيليتي، يمكننا منها تدعيم الفريم والميديا والإيماج والفورم أوبجيكتيف. لو كان الخيار إيماج التالي غير موجود يجب التعليم عليه لإظهار الصور، ثم نضغط موافق. كذلك نتجه للإيديت، نختار Preferences. نلاحظ هنا لدينا الفايل تايب إيديتورز، نلاحظ هنا لدينا امتدادات الصور التي نلاحظ هنا البي ان جي والجيف، نلاحظ والجي بي جي. يمكننا من الامتداد التالي التعامل معه بسهولة لأنه يدعم ملايين الألوان، ألوان كثيرة جدا. كذلك يدعم الصور الكبيرة ويجعلها واضحة. الجي بي جي يجب استعماله في الملفات الصغيرة. كذلك امتداد جيف التالي يستخدم في الانيميشن او الصور المتحركة، ان الجي بي جي لا يدعمها. الجي اي اف كما قلنا لكم استخدمه في البانيرات والايقونات المتحركة وما الى ذلك. كذلك لدينا الامتداد بي ان جي للصور، كذلك يمكننا استخدامه بمزيج ما بين الثاني. يمكننا يدعم الألوان كبيرة جدا، اللون التالي يدعم 256 لون فقط. البي ان جي يدعم الصور الكبيرة والألوان الكثيرة كذلك وبدقة عالية، وهو أفضل اختيار يمكنك العمل عليه. كما يدعم الصور بدون خلفية، الخلفية البيضاء، صور شفافة. كذلك لدينا في المقابل يمكننا إضافة امتداد جديد والاشتغال عليه، أو حذف امتداد لا نحتاجه، امتدادات مبين هنا. كذلك في الجهة المقابلة لدينا هنا الإيديتورز، أو كيف نعدل على الامتداد التالية. نلاحظ هنا ببرنامج فوتوشوب مثلا نضيف صورة على برنامج دريم ويفر سواء بأي امتداد من الامتدادات التالية، كيف يمكننا التعديل عليها ببرامج معينة. نلاحظ هنا نضغط عليه، يمكننا إضافة أي برنامج للتعديل على أي امتداد معين. كما نلاحظ ويندوز ميديا بلاير، نلاحظ هنا كل برنامج يمكن كل امتداد يمكن إضافة برنامج للتعديل عليه. نلاحظ هنا الفوتوشوب برنامج بريمري، يمكننا عمل أي إضافة وإضافة له ميك بريمري. نلاحظ أن هذه الخاصية جميلة جدا في البرنامج بحيث يتيح لنا التعديل وما إلى ذلك. نلاحظ هنا يمكننا من شريط إنسيرت التالي الذي عرفناه في الدروس السابقة، نضغط على Image ثم نقوم بجلب الإيميج، نضغط على السهم الصغير هنا ثم نقوم بإضافة صور وما إلى ذلك علشان يضيف لنا صور. كذلك يمكننا تحديد المكان الذي نضيف الصورة به، مثلا المكان التالي هنا بأسفل الباراجراف التالية. ثم نتجه إلى إيميج، نختار الصورة التي نريد إضافتها مثلا الصورة التالية. نلاحظ هنا الالترناتيف تكست او ما يعرف بالتكست الذي سيظهر في حالة لم تظهر الصورة. اذا كان هناك خطأ او عطب او عطب بالصورة ولم تظهر، نضغط موافق. نلاحظ انها ظهرت الصورة، يمكننا التحكم في ابعادها هنا، نلاحظ ذلك يمكننا التحكم. كذلك هناك طريقة اخرى لاظهار الصورة او لجلبها الى منطقة معينة، مثلا نضعها بجانب الصورة التالية. نتجه للمجلد الذي به الصورة الخاصة بنا، ثم نقوم باستمرار بالسحب ونفلتها في المكان الذي نريد. بعد ذلك نقوم بإدخال نفس الاسم كما تعرفنا عليه إذا لم تظهر الصورة، وهنا Long Description إذا كان لدينا ملف نربطه بالصورة على سبيل المثال وصفها وما إلى ذلك. نضغط موافق، فنلاحظ أنه تمت الإضافة. كما نلاحظ هنا تمت الإضافة. هناك طريقتين خبرناكما، يمكنك كذلك التصغير والتكبير والتحكم في الحجم.
هنا نلاحظ أننا أضفنا صورة في الموقع الخاص بنا، وبمجرد ما نعدد أي صورة نلاحظ هنا بالأسفل البيانات عنها وكذلك كيف يمكننا التعديل عليها. نلاحظ هنا إيديت البرنامج الفوتوشوب، يمكننا التعديل بمجرد الضغط على الأيقونة فوتوشوب تالية من إيديت ضغطة واحدة فقط. نلاحظ هنا يمكننا استذهاب إلى برنامج الفوتوشوب مباشرة ويفتح لنا الصورة في برنامج فوتوشوب. يمكننا عمل إعدادات هنا خاصة بها كما نلاحظ هنا في الحجم وما إلى ذلك، كذلك طريقة العرض لأي عرض بعد التغيير كيف تظهر الصورة. الصورة كما نلاحظ هنا بالجيف كما أخبرناكم يجب أن تبقى PNG كي لا تضيع الجودة وما إلى ذلك. لاحظ في هذا الدرس أننا تعلمنا كيف نضيف صورة وما إلى ذلك بطريقتين مختلفتين، ويمكننا سنتعرف على معلومات أخرى عدة في الدروس المقبلة ونتعرف على طريقة التعامل مع البيانات الأخرى. نلتقي مع الدرس المقبل وإلى اللقاء.